ودي بقولها للبنات في فقه الزواج، بقولها اللي بتفضل تضغط، وانا شفت بنات بيضغطوا على ازواجهم، ايه الحياه دي مش نافع، ده مستوى الحياه دخلنا مش بتاع، يتحسسوا انه مقصر، لا شوف لك عقد، لا تعالى نهاجر، لا مش عارفه ايه، ودلوقتي بيبكوا دم بدل الدموع دم. ما انت اللي ايه؟ انت اللي دفعتيه كده. لا دي حياه مش قادره، وبقولها في فتره الخطوبه وفتره الجواز، الفتره الاولانيه بالذات بقى في اقساط ويبقى في التزامات وكلام كده، ولا يجرى حاجه، ربنا كريم، ربنا كريم، ده ثلاثة حق على الله نصرين، ازاي تقفي جنبه؟ ما يجراش حاجه، نستحمل شويه، في الاول بس تبقى صعبه كده هتفرج. اهو كده تقفي جنب خطيبك وجنب جوزك وجنب اخوكي. مش لا ادور لك، هدور لك على عقد، هدور لك على مش عارفه ايه، هدور لك على مش عارفه، رأي اشوف لك مش عارفه ايه، اشوف لك على النت مش عارف ايه تروح فيها. وبعد كده الغربه يا اولاد، ربنا ما يوري حد، ربنا ما يوري حد. الجنه من غير ناس ما تنداس، ومهما وصلتي في البلد اللي انت رايحه، انا بقولها لكم، مهما وصلتي في البلد اللي انت رايحه لها، انت ستيل مواطن من الدرجه الثانيه. او تقولي لي بقى على راي، مره كان استاذ عندنا قبل الثوره من زمان قوي يعني، اتخرجت كده واشتغل معاه استاذ، كان في الجامعه عندنا، ظروف البلد واللي فيها ومش عارفه ايه وبتاع، وهو راجل كان راجل يعني رايق قوي وغني جدا يعني، فكان يقول لي انا قرفان من البلد ومش عارفه ايه وبتاع، وانا نفسي هاجر، بس قولي لي اهاجر فين؟ كان متجوز عنده بنتين، قولي لي، بيقول لي قولي لي اهاجر اروح فين؟ اروح اوروبا ولا امريكا؟ طب ولادي دول يطلعوا شكلهم ايه؟ اروح بلد عربي هيجي لي انا وهم تخلف، انا ما بهزرش، وشوفوا العيال اللي جايين من البلاد العربيه، شوفوا العيال اللي جايين من البلاد العربيه وداخلين جامعه هنا، انا اسفه مش قصدي حاجه، يمكن منهم معلش، لا لا، العيال بتبقى عايشه في اتربت في مجتمع وتيجي في مجتمع تاني خالص، يا اما بتنحرف نفسيا، بتنحرف نفسيا، مش واخده على المجتمع المفتوح اللي احنا فيه ده، مش واخده على الزروطه اللي احنا فيها دي، فيا اما بتفجر، انا شفت ناس كده بتفجر، يا اما بتنعزل خلاص. انت عاجبك الحياه هناك في ابو ظبي ولا دبي ولا مش عارفه ايه، روحي هناك، روحي هناك.